السلام عليكم، ازيكم شباب؟ الفيديو ده بس انا هوضح لكم فيه حتة صغيرة كتير قوي بيسألوا فيها ومتلخبطين قوي، هي الحتة بتاعة الكولينج تاور. امتى الفلو ريت اللي هو يبقى مديهولك يبقى بتاع الدراي اير، وامتى يبقى بتاع التوتال اير؟ الموضوع ببساطة خالص، ركزوا معايا. مثلا في المسألة رقم 2 في الشيت اللي كنت حاططها لكم في السكشن، هو قال لك دلوقتي a natural draft cooling tower receives 7080 متر كيوب بير مينيت اوف اير. يعني الكولينج تاور ده بيستقبل 7080 متر مكعب في الدقيقة من الهواء. طيب يعني هو مديك هنا وحدة ايه؟ الوحدة بتاعت دي متر كيوب بير مينيت، يعني دي في دوت، دي فوليوم فلو ريت مش ماس فلو ريت. طيب احنا اتفقنا لما جينا نشرح الدراي اير والويت اير وكده، قلنا ايه؟ مش احنا قلنا ان الدراي اير الفوليوم بتاعه هو الفوليوم بتاع المويست اير او الويت اير، وشرحنا السبب. طب لو تفتكروا كنا قايلين ايه؟ احنا قلنا ان الهواء عندنا بسبب ان هو جاز والمسافات بين الذرات بتبقى كبيرة قوي، فلما هو بيشيل بخار مية الحجم بتاعه مش بيزيد، لا ده هو ما بين البارتيكلز بتاعته بيشيل الووتر فيبر. يبقى الفوليوم اللي هو مديهولي ده اللي هو الفي دوت، الفي دوت ديت اللي هو قايل لي عليها انها بتاعت الاير دي تعتبر في دوت دراي اير، وهي في دوت بتاعت المويست اير، ما يفرقوش عن بعض اي حاجه، حتى كمان هي الفي دوت بتاع الووتر فيبر ذات نفسه بالتقريب. طيب يبقى هو الفي دوت اللي هو مديها لي دي تنفع دراي اير وتنفع مويست اير. طب انا بقى علشان اجيب الام دوت دراي اير والام دوت بتاعت المويست اير او الام دوت اير توتال هجيبهم ازاي؟ ابسط ما يمكن، انت معاك الفي دوت ايا كان الدراي اير او المويست اير، لو قسمت على السبيسيفيك فوليوم بتاع الدراي اير يبقى انت كده جبت الام دوت دراي اير، وده اللي احنا عملناه في حال المساله دي. لو جيت تبص كده في الصفحه اللي بعدها هتلاقيني جيت في الحته اللي تحت هنا ديت قلت لك الام دوت دراي اير بتساوي الفي دوت اير على السبيسيفيك فوليوم واحد. طب هو سبيسيفيك فوليوم واحد ده انا كنت جايبه منين؟ لو تفتكروا السبيسيفيك فوليوم واحد ده انا جايبه من السايكرومتريك تشارت، ولو بصيت على الوحده بتاعت السبيسيفيك فوليوم في حاله السايكرومتريك تشارت بتلاقيها متر كيوب بير كيلو جرام دراي اير. تمام، يبقى السبيسيفيك فوليوم اللي بتجيبها من السايكرومتريك تشارت وباكد عليها تاني عشان في كتير مش واخدين بالهم، هي متر كيوب بير كيلو جرام دراي اير. يبقى انت لما تقسم على السبيسيفيك فوليوم اللي انت جايبها من التشارت يبقى هتطلع لك في الاخر الام دوت دراي اير. حلو قوي، يبقى احنا كده فهمنا ليه هنا استخدمنا الام دوت دراي اير. طيب واحد زميلكو تاني قال لي لا بقى مش في المساله ديت، لا في المساله بتاعه الهيلبر مود. المساله بتاعه الهيلبر مود لما هو جه يبص عليها لقاني اخدت ان الام دوت اللي هو مديها لي بتاعه الهواء هي الام دوت اير توتال، فقال لي ايه ده؟ طب ما احنا في اللي قبلها كنا لسه عاملينها هي الام دوت دراي اير. لا ما هو ركز بقى في اللي كان كاتبه لك في المساله. جه في المساله رقم 7 بتاعت الهيلبر مود اللي حكيتها لكم ديت قال لك ايه؟ ذا تاور ريسيفز هاف ذا كوندنسر ووتر اند كذا كيلو جرام بير مينت اوف اير ات واحد اتموسفير. طيب ما هو كذا كيلو جرام بير مينت يبقى هو مديني وحده ايه؟ ماس فلو ريت ام دوت. طيب هل هو يقدر يقيس الفلو ريت الام دوت بالكيلو جرام بير سكند للدراي اير بس؟ لا، هو الهواء اللي معدي عنده هواء محمل ببخار الميه، بيحسب الام دوت توتال بتاعته اللي هي مجموع الدراي اير زائد الووتر فيبر، يبقى هو اللي مديها لي بيديها لي الام دوت توتال او الام دوت اير في الدخول. طب لو هو عايز يقول لي لا دي بتاعت الدراي اير بس، لازم يوضح لك، لازم يقول لك ان كذا كيلو جرام بير مينيت اوف دراي اير، لكن طالما سايبها كده من غير ما يتكلم سايبها عايمه كده يبقى انت هتاخدها انها الام دوت اير توتال. تمام، عشان كده انا اخدتها هنا اللي هي ام دوت اير 1 بالرقم اللي هو اداهولي. تمام، طيب عايزين بس ناكد تاني على الموضوع دوت وهنكتبه هنا. انت دلوقتي لو عندك في المساله مديك فوليوم فلوريت، اول ما تلاقي فوليوم فلوريت للاير يبقى انت تعرف ان الفي دوت ديت هي في دوت توتال اللي هي الفي دوت بتاعه الدراي اير. يبقى انا لو عايز اجيب الام دوت انا بمزاجي
اخد اي واحده فيهم اللي هي مثلا في دوت دراي اير، ما هي بتساوي التانية، على السبيسيفيك فوليوم اللي انا عندي جايبه من التشارت. السبيسيفيك فوليوم اللي من السايكرومتريك تشارت بيبقى سبيسيفيك فوليوم وحدته كيلو جرام متر كيوب بير كيلو جرام دراي اير. طيب طالما وحدته كده، يبقى انا لما اقسم هنا على الكيلو جرام متر كيوب بير كيلو جرام دراي اير، هيطلع لي الام دوت دراي اير. طب لو انا بقى عايز اجيب الام دوت اير توتال، لا يبقى انت بقى محتاج ان انت تحسب الدنس اللي هي الرو اللي كنا بنحسبها بتيجي منين، اللي هي كانت 1 زائد الدبليو على السبيسيفيك فوليوم. طيب يبقى انا كده جبت الدنسي بتاعت المويست اير اللي هو التوتال اير. طب انا بقى لو عايز اجيب الام دوت اير مره واحده، يبقى هتقول لي الام دوت اير هتساوي الرو بتاعت المويست اير بتاعتك في الفي دوت توتال، والفي دوت توتال دي هي الفي دوت دراي اير برضو اللي احنا كنا حاسبينها فوق، لكن الاختلاف اللي عندك ان الرو اتغيرت. تمام، في اي مشكلة؟ اظن كده الحتة دي وضحت، عشان في كتير كانوا متلخبطين فيها وبيقولوا مش عارفين امتى بيدينا الدراي اير وامتى بيدينا المويست اير.